مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننقل لحضراتكم الآن كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني وأخواتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية، ويسعدني أن ألتقي بكم اليوم لأبارك لكم الشهر الفضيل ودخول الليالي العشر الأواخر منه، مغتنما هذه الليالي المباركة لأدعو جل قدرته أن يحفظ وطننا الغالي الكويت آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يعيد علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات. وما أحوجنا لاستقلال الشهر الكريم ونفحاته الإيمانية، نسأله عز وجل العفو والمغفرة، شاكرين نعمته وأفضاله، فقد حب الله هذا الوطن بالكثير من الخيرات، وهيأ لهذه الأرض الطيبة الأمن والطمأنينة، فتلك نعمة تستدعي المحافظة عليها بحمد الله حمد الشاكرين، والتمسك بتعاليم ديننا السمح التي تحثنا على توحيد الصفوف ونشر التواد والتراحم. الأخوة والأبناء الأعزاء، لقد عشنا جميعا طوال أكثر من عام ظروفا استثنائية استدعت الحيطة والحذر جراء تفشي وباء الكورونا الذي اجتاح العالم وأثر على كافة الأصعدة، الأمر الذي تطلب المزيد من التفهم والصبر في التعامل مع التداعيات تلك الجائحة الداعية للجميع إلى ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية. وأود في هذا الصدد أن أسجل بالغ الإشادة بإخواني وأبنائي العاملين في صفوف الأمامية والمتطوعين في كافة القطاعات من المواطنين والمقيمين، فلقد حملوا على كاهلهم طوال هذه الفترة مهمة التصدي لوباء الكورونا في البلاد، معرضين أنفسهم وحياتهم للخطر في سبيل مواجهة هذه الجائحة، متخذين أفضل الإجراءات الوقائية والعلاجية من منظمة الصحة العالمية لمجابهة هذه الفيروس الفتاك، متسلحين في ذلك بالروح الوطنية العالية، فلهم منا جزيل الثناء والتقدير ومن العلي القدير الخير والجزاء. أخواني وأخواتي الكرام، إن الكويت أمانة في أعناقنا، ولن نسمح لكائن من كان أن يزعزع أمنها واستقرارها من خلال نشر دعوات المقرضة هدفها المس بوحدتنا الوطنية التي هي المصدر والسبيل الذي اتخذ الأجداد والأباء وسطروا به أروع التضحيات للحفاظ على هذا الكيان الغالي. وسنظل بإذن الله تعالى صفا واحدا ندافع عن حقوق ومكتسبات هذا الوطن وحماية مقدراته. وفي هذا المقام أؤكد أن التعاون بين السلطات ومؤسسات الدولة هو الأساس لأي عمل وطني ناجح وأسلوب الأمثل نحو الإنجاز تحقيقا للتطلعات التنموية التي ينشدها أبناء شعبنا الأوفياء، متمسكين بالنهج الديمقراطي الذي ارتضيناه، مبتعدين عن أجواء الاحتقان والتوتر وعن كل ما يدعو للتفرقة التي تؤدي إلى بطء عجلة التنمية في البلاد.
ملتزمين بالحوار الهادئ والهادف دون تجريح أو اتهام لتفويت الفرصة على المتربصين للنيل من ثوابتنا الوطنية. فجميعنا مطالبون بالوقوف في وجه الإشاعات التي تبث في منصات التواصل الاجتماعي والتحري الدق لمعرفة الحقيقة كاملة، داعين العلي الغدير أن يحفظ بلدنا الغالي واحد الأمن والأمان. أخواني وأبنائي وبناتي، إن أهم أولوياتنا في هذه المرحلة رعاية هذا الجيل الواعد من شبابنا وتسخير طاقاتهم المفعمة بالحيوية والإخلاص وفتح أفاق مستقبل أمامهم من خلال تأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية والأكاديمية الحديثة وقرز القيم الكويتية الأصيلة المتجذرة في ثقافتنا وتراثنا ليشاركوا في مسيرة التنمية والبناء، فهم مستقبل الوطن وثروته الحقيقية. وفي هذه الليالي المباركة نستذكر ببالغ الاعتزاز أميرنا الراحل الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح طيب الله ثراه، داعين الله أن يتقمد واسع رحمته وأن يسكن فسيح جناته وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يحفظ وطننا ويديم عليه نعمة الأمن والمزيد من التقدم والازدهار، وأن يرحم شهداءنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم طاهرة فداء لوطننا الحبيب وسطروا بدمائهم الزكية صفحات خالدة في ذاكرة التاريخ، وأن يكشف سبحانه قمة هذا الوباء عن البشرية جمعاء، إنه سميع مجيب الدعوات. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، نقلنا لحضراتكم الكلمة التي وجهها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.